السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. كيف حالكم يا احلى ناس في الدنيا؟ ورجعنا لكم تاني بفيديو جديد عن تشيلي. جمهورية تشيلي. تشيلي دولة في دول أمريكا الجنوبية وعاصمتها سانتياغو، وسانتياغو هي من أهم المقاطعات في دولة تشيلي. تشيلي ممتدة طوليا على جبال الأنديز بمساحة 4600 كيلومتر طول و170 كيلومتر عرض. يعني تشيلي دولة طولية، تشيلي دولة طولية ممتدة على جبال الأنديز. جميع الدول العربية تحتاج إلى تأشيرة إلى دولة تشيلي، وبرضو لو معاك تأشيرة أمريكا تدخل تشيلي، لأن الشعب التشيلي بيسافر أمريكا من غير تأشيرة. تشيلي جواز سفرها قوي جدا جدا، بيؤهلك بتخش أكتر من 170 دولة من غير تأشيرة. تشيلي في أمريكا الجنوبية، تحدها من الشمال دولة البيرو، وتحدها من الشمال الشرقي دولة بوليفيا، وتحدها من الشرق الأرجنتين. وتشيلي يا جماعة فيها جزر كتير جدا جدا مليانة، وهي قريبة من جزر فوكلاند مالفينس. اللغة الأسبانية هي اللغة الأساسية في البلاد، واللغة الإنجليزية لغة تانية. العملة البيزو للتشيليانو، في أكتر من مليون تشيلي بيعيش في الأرجنتين، لأنه حاب يعيش في الأرجنتين، لأن اقتصاد الأرجنتين وتشيلي يعتبر زي بعض. وفي حفلات هنا في الأرجنتين، الشعب التشيلي أول ما يغني بيقول لك إيه، تشي 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 تشيلي فيفا تشيلي، دي أغنية مشهورة. يعني الانتخابات الرئاسية في تشيلي كل 4 سنوات، وممنوع تجديد الحكم الرئاسي للرئيس الأسبق، يعني يحكم 4 سنوات فقط. والتشيلي بها تلال عالية جدا جدا، ومليانة حدائق، ومليانة محميات طبيعية بكثرة، والجزر مليانة جزر، ومليانة هوتيلات وهوستيلات وفنادق. وتوجد في تشيلي مجموعة من البطاريق، الشعب التشيليانو عاشق للموسيقى، شعب مسيحي كاثوليكي، وتوجد طبعا موجود في تشيلي كنايس، وموجود في المسلمين برضو، بس عدد المسيحيين اكتر طبعا. يوجد بها جالية مسلمة قليلة جدا جدا، واكتر جالية موجودة في تشيلي هي الجالية الفلسطينية، الشعب التشيلي طبعا شعب مسيحي، بياكل لحم خنزير، بيشربوا خمور عادي، كل شيء مباح في الدولة عندهم، يعني بيشربوا الخمرة، بياكل لحم خنزير. تشيلي يوجد بها بترول تم اكتشافه مؤخرا، لذلك اقتصاد الدولة مرتفع نوعا ما. تشيلي في حرب الفوكلاند، في عداوة بين تشيلي والأرجنتين بسيطة، يعني لأن تشيلي في حرب الفوكلاند قامت بمساعدة بريطانيا، الجالية العربية في تشيلي قليلة جدا، ولكن تشيلي تعتبر دولة سياحية من الدرجة الأولى، عاوز تيجي تشيلي تعالى تفسح، لكن تشتغل، البلد فقير. معدل الرواتب في تشيلي 500 دولار، ولكن الأفضل إنك لا، عندما تدخل تشيلي افتح مشروع. لو أنت حاب تهاجر لتشيلي يعني ممكن تفتح مشروع